استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية معالي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق، وذلك بحضور سعادة السيد علي العرادي نائب رئيس مجلس النواب. وقد رحب سموه بمعالي رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق وبزيارتهم لمملكة البحرين، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة في ظل التوجيهات السديدة لقيادتيهما الحكيمتين. وقال سموه إن هذه الزيارة وغيرها من الزيارات المتبادلة تأتي في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين والتعاون القائم بينهما تجاه كافة القضايا وبمختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة لشعبيهما الشقيقين وخدمة القضايا العربية والمصير المشترك الذي يجمعهما، مشيدا بدور جمهورية مصر العربية في حماية أمن واستقرار المنطقة. وقد عبر معالي الدكتور علي عبد العال عن سعادته بزيارة مملكة البحرين وتقديره لما لقيه من استقبال وحفاوة تعكس طبيعة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وحرصهما على تعزيز هذه العلاقات وترسيخ التعاون بينهما وتبادل الخبرات خاصة على الصعيد البرلماني، مؤكدا دعم جمهورية مصر العربية لمملكة البحرين في كافة ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.